إن باب الولن الجندي البحري الأمريكي وأيضا الصحفي الأمريكي الذي كان في روسيا في هذا الوقت وأيضا صحفي آخر كان في روسيا ليرى عائلتي، كل هؤلاء قد تعرضوا للسجن. و بوتان كان سبب في هذا، هؤلاء الذين كانوا يحملون الجرين كارد الأمريكية. تحدث شخص معي ضد نظام باتن، والآن انتهت هذه الصفقة وهم أحرار مرة أخرى. منذ شهر كنت أتحدث مع هذه العائلات عبر الهاتف من البيت الأبيض، والآن إنهم قد سافروا إلى تركيا وبعد هذا سيعودوا إلى الوطن ليشاهدوا عائلتهم ويقضوا الوقت معهم. إنه لشعور رائع لهؤلاء الزملاء والأصدقاء عبر البلاد العودة مرة أخرى للبلدان بعد هذا الوقت الطويل الذي مضوه بعيدا. اليوم إنه نصر للدبلوماسية والصداقة. كل البلدان قد تعاونت لأجل هذا بعد العديد من المفاوضات المعقدة وفقا لطلبي، وأنا شخصيا أشكرهم جميعا. إن روسيا أفرجت عن 16 شخصا، 8 روسيين سيعودوا مرة أخرى من بينهم 4 أمريكيين و 6 ألمان. واحد من هؤلاء الروس يعمل مع منظمات حقوقية. إن بوتين قد سجنه لأنه كان يعارض ما حدث في أوكرانيا وآخرين كانوا في السجون الروسية هذا العام. يمكنهم أن يعيشوا بحرية الآن ويعملوا لأجل الديمقراطية. هذا لم يكن ممكنا دون حلفائنا من تركيا والنرويج وألمانيا و بولندا الذين دعمونا وصمدوا إلى جانبنا في هذا الموقف. أولئك الذين كانوا مسجونين لم يكن هناك أي مبرر لسجنهم. إذا كان هناك أحد يتساءل حول مدى أهمية الحلفاء، نعم إنهم مهمين. هؤلاء الأصدقاء الذين يمكن أن تثق بهم ويتعامل معهم، خاصة في مثل هذه الظروف التي يكون لها مثل هذه التبعات. إن هؤلاء الحلفاء يجعلوا شعبنا أكثر أمناً. دعوني أقول هذا. العديد هنا في أمريكا نعمل كثيرا لتحرير جميع الأمريكيين، أولئك الذين يقولون أننا لا نهتم بتحرير المسجونين الروسيين السياسيين. لكل الناس إن اسمعوا هذا، إن الولايات المتحدة تعي بأهمية هذا بالنسبة للأمن القومي. نحن صامدين لأجل العدالة والحرية، والآن ليس فقط لأشخاص معينين ولكن لكل الناس. وأود أن أشكر كل من عمل في إدارتي لتحقيق هذا الأمر. الحرب لم تبدأ في يومها الأول، إنما بدأت قبل هذا. إن فريقنا الخاص بالأمن القومي يعمل لأجل عودة كل الأسرى، وهذا ما نسمعه من الإدارات. نود أن نتأكد أن كل المناقشات الجارية سيتم عودة 7 أسرى الأمريكيين. منذ أن كنت حصلت على هذا المنصب وأنا أعمل بجد لإعادة أي أسرى أمريكيين خارج البلاد. أي أمريكيين قد تعرضوا لأي انتهاكات من أي حكومة أجنبية، لن يكون هناك شيء أهم بالنسبة لي أهم من حماية الشعب الأمريكي داخل أراضينا وخارج أراضينا. سنعمل على عودة كل الأسرى. ودعوني أؤكد على هذا أيضا، إن
عائلة باول ويلن وغيرهم من العائلات. لا أستطيع حتى أن أتخيل ما مروا به خلال الفترة الماضية. لا يمكنني أن أتخيل سعادتهم الآن. إن غدا سيكون يوم مهما، فإن هؤلاء المواطنين سيعودون مرة أخرى إلى الديار. غدا سيكون يوما مهما. دعونا نغني لها جميعا، نبارك لها لأجل عيد ميلادها. عيد مولد سعيد لك. أحبك كثيرا. إنها أيضا ابنة، الآن تستطيع أن تحتفل مع والدتها. هذا كله يتعلق بالعائلة، ولكي تكون معا مرة أخرى بعد هذه الفترة التي مضتها بعيدا. أشكركم جميعا، وبعد ساعات قليلة هذه الكلمة استمعنا مشاهدين إذا إذا هذه الكلمة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتحدث فيها عن صفقة تبادل محتجزين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، تشمل تسلم الولايات المتحدة 16 محتجزا وتسليم الجانب الروسي 8 من المحتجزين. وقال إن هذه الصفقة تمت في أجواء من الود وبرعاية عدد من الدول من بينها تركيا.